السلام عليكم. ان شاء الله في الفيديو ده هنشرح اخر جزء في محاضرة الابستراكشن اللي هي كانت ليكتشر 2. في الجزء ده هو الجزء اللي فاضل، هيبقى على السؤال اللي هو بتاع واي اللي كنا شارحينه قبل كده، او كنا قايلينه في النست موديل اللي كنا شارحينه قبل كده، وهو بتاع التاسكس عامة. نرجع تاني نشوف الحتة بتاعت النست موديل. فهنا الجزء بتاع واي كان هو بيختص بالتاسك ابستراكشن، ان احنا بنحاول نطلع نعرف التاسك اللي هو اليوزر ذات نفسه اللي هو بنعمله فيجواليزيشن عايز ايه من الداتا دي ونحاول نوريها له. فهو الجزء اللي جاي كله هنتكلم بقى عن ازاي اصلا نعمل التاسك ابستراكشن ونوريها له ازاي، او نحاول نوضحها له بافضل صورة ازاي. فاحنا هنا بنبدأ الرؤية بتاعتنا للفيجواليزيشن بحاجة اسمها domain characterization، ان احنا نحاول نطلع من الكلام بتاع اليوزر اللي هو عايزنا نعمله الفيجواليزيشن اللي هو الهدف بتاعنا، يعني بنحاول نطلع منه شوية معلومات. ولازم الفيجواليزيشن بتاعنا يكون characterized على الشخص اللي احنا بنعمله، فلازم يكون فيه تفاصيل عن الدومين اللي احنا بنعمله له. يعني مثلا كل فيجواليزيشن بنعمله لازم يكون ليه دومين مختلف مثلا عن التاني، ما يكونش هو تمبلت واحد بنعمله لأي فيجواليزيشن يجي لنا مثلا ومطبقين عليه الحاجات اللي احنا حافظينها وخلاص، لا، لأن بتختلف من جروب للتاني عشان كل جروب بيبقى ليه يوزرز مختلفين، تارجت مختلف. يعني حتى لو الدومين تشابه بس التارجت هيختلف، الأسئلة بتاعتهم والديتا بتاعتهم هتختلف. فعلشان كده لازم يكون في كاركترايزيشن للدومين اللي احنا بنشتغل عليه او الفيجواليزيشن اللي احنا هنطلعه، عشان ما يبقاش شبه واحد تاني، لان دايما بتختلف الحاجات عن بعض في اي حاجه من الحاجات اللي اتقالت هنا. بالظبط زي ما قلنا هنا اللي هو بتختلف باختلاف الدومين اختلاف كبير جدا، ولازم في الفيجواليزيشن بتاعنا نخليه سبيسيفيك اكتر علشان يجذب اليوزرز اللي هم اصلا جوه الدومين ده، لان انا لو عملت لهم حاجات عامه يعني او مصطلحات عامه فهم عارفينها، والحاجات بالنسبه لهم ديت هتبقى اللي هو طب انت كده عملت ايه، فين الافاده، او فين الاضافه اللي انت هتضيفها لنا. فلازم تكون سبيسيفيك اكتر وفيها معلومات في الموضوع اكتر، مش مجرد حاجات عامه بس. وهنا الـ questions والـ problem بتاعت الـ domain احنا بنفضل نقسمها لـ tasks أصغر، ونحاول ناخد كل task لوحدها ونبرزها ونطلعها في أفضل صورة، لأن احنا نعملها في الآخر visualization عشان الموضوع كله في الآخر يكون واضح ومتقسم، إن كل task هتبقى باينة وواضحة إيه المطلوب فيها، أو ونوضح الـ data المبنية على الـ task دي وهكذا. وهنا في السلايد دي هو بس عمل نفس اللي فات، بس بيقول ان في الاول بنعمل الدومين سيتويشن دي اللي هي كانت معموله في السلايد دي كنا شرحناها قبل كده اللي هي على جنبي. فهو هنا بيقولها هي بس بالظبط، بس بيورينا ان الاثنين اللي هما الابستراكت تاسك والديتا ابستراكشن الاثنين بيتعاملوا بارالل مع بعض، وبنحاول نعمل الاثنين مع بعض. مثلا نخلص داتا ابستراكشن بعد كده نروح على الابستراكت تاسك او التاسك ابستراكشن، بعد كده نرجع تاني للداتا لغايه اما نطلع بصوره كامله وعارفين ايه هي التاسك واستخدمنا الداتا كلها ووضحناها كلها. وبعد كده بقى نكمل زي النستد موديل قبل كده اللي هو الايديم، بعد كده الالجوريزم. هنا في السلايد دي هو بيبدا بقى يدي مثال ونطبق عليه بقى كل النستد موديل بالمراحل بتاعته، بس في سلايد بعديها بس هناخدها الاول وبعد كده نرجع تاني للمثال ده. فهنا في المثال ده بيقول ان لازم نكون عارفين الاسئله بتاعتنا اللي هي الوات والواي ونعممها، بحيث ايه ان انا اكون معرف قبل ما ابدا، اكون معرف التاسك اللي اليوزر عايزها مني او الاسئله اللي هو بيسالها علشان اعرف اجاوبها صح في الفيجواليزيشن بتاعي. وبرضو نحاول نلاقي الداتا تايبس اللي هي هتسبورت او هتبقى ملائمة اكتر للتاسك اللي احنا بنحاول نعملها، ونحاول نطلع من الداتا اللي عندنا الحاجات المشابهة
او اللي هتساعدنا ان احنا نحل التاسك دي. فممكن لو هي مش موجوده عندنا الداتا تايبس دي، ممكن احنا نعمل اصلا ترانسفورم للديتا، او ممكن نعمل درايف ان احنا نطلع اصلا داتا تايبس تانية من الداتا اللي عندنا، او نطلع داتا من الداتا اللي عندنا زي ما كان في مثال المحاضره اللي فاتت، وبرضه هيتكرر المثال ده قدام فهوضحه لكم ساعتها. وهنا عندنا مثال ان احنا نطلع او ان احنا نلاقي فيلم كويس يعني. فالمين او الحاجه اللي عندنا الاساسيه ان احنا عايزين نطلع فيلم كويس في الاصناف او الانواع الافلام اللي احنا بنحبها. ففي الدومين احنا عندنا اللي هو الجنرال بوبيليشن اللي هو الافلام عامه، والتاسك عندنا ان احنا نلاقي فيلم كويس لينا ومناسب لينا. فبيبقى فيه كذا كرايتيريا احنا ممكن نشتغل عليه. ممكن ان احنا نشتغل او ندور على الافلام اللي واخده ريت عالي من النقاد، او واخده ريت عالي من الاودينس، او اللي هما كانوا بيتفرجوا اصلا على الفيلم ده، زي ما قلنا هايلي ريتد باي اودينس، ان هي تكون عاليه الريت بتاعها عالي بالاودينس، او على حسب البوكس اوفيس، او هو مثلا شبه فيلم انا شفته قبل كده، او مثلا زي مثلا نفس نوع فيلم انا كنت او نوع افلام انا بحبه، مثلا رعب، تشويق، مغامره كده الانواع دي. فدي كذا كرايتيريا انا ممكن اصنف عليها التاسك على حسب ما انا اختار، او على حسب مثلا ما اليوزر هو اللي يختار. والديتا هتبقى عندي ايه الديتا اللي انا هحاول اختار منها او احاول احل منها التاسك دي، فما هي هتبقى افيلبل، عايز اشوف هي افيلبل ولا لا. فاكيد هي موجوده او في كذا مكان زي اي ام دي بي وروتن توميتوز، وكل دي مواقع بيبقى عليها الريتس دي كلها واراء النقاد والبوكس اوفيس والحاجات دي كلها. وهنا احنا بقى هنختار ان الداتا بتاعتنا هتبقى ايه اللي هنشتغل عليها، ان احنا هنكومباين بقى الاثنين مع بعض، الاودينس والكريتيك ريتنجز، الاثنين اراء النقاد والاودينس مع بعض، واللي هياخد اعلى ريت هو ده مثلا اللي هيبقى الفيلم مثلا المفضل لينا، او اللي احنا ممكن نتفرج عليه، او هو ده هيبقى الجود موفيز اللي احنا عايزينه. التاسك بقى زي ما قلت ان احنا هناخد اعلى واحد في الريتنج اللي هتطلع بعد ما ندمج الاثنين مع بعض. فاحنا عندنا هيبقى عندنا اتريبيوتس، كذا اتريبيوت يعني هنصنف على اساسها. فهيبقى عندنا الاودينس والكريتيك ريتنجز دي هيبقى نوعها اوردينال، علشان مثلا التقييمات معروفه ان هي بتتراوح ما بين من 0 ل 10، فمعروف الرتب بتاعت كل واحده ان 10 اكبر من 9 وهكذا. وفي الاتريبيوت التانية هتبقى الجنرال اللي هي نوع الفيلم ده، فدي هيبقى نوعها كاتيجوريكال، وانواع الافلام كلها او انواع زي مثلا زي ما قلت لكم رعب برضو وتشويق وحاجات كده، فدي هتبقى نوع كاتيجوريكال واقل من 20 نوع. وهيبقى فيه ايتمز اللي احنا بقى هنختار منها هي الموفيز بقى، وعندنا مليونز من الموفيز. والتاسك ان احنا ناخد اعلى فاليو في الاتريبيوتس او الكرايتيريا اللي احنا هنصنف عليها. فهنا كان في بوسيبل ايديم اللي هو مثلا ايديم ده اللي هو اقتراح لان احنا نعمل فيجواليزيشن بعد ما مثلا اخترنا خلاص ان احنا هنكومباين الاثنين مع بعض، اودينس والكريتيك ريتنجز. فده اقتراح بقى ان احنا نعمل فيجواليزيشن ده علشان نوضح مين هو الفيلم او اعلى فيلم واخد تقييمات، ده اللي هيبقى نختاره بقى. فده اسمه اللي على جنب ده اسمه ستاكت بورد شورت، ده للريتنجز. فهنا اول واحد خالص ده هو باين جدا ان هو اعلى واحد من الاثنين، من الكريتيك والاودينس. فمثلا هنقول ان الاخضر ده نسبه او يعني الريت بتاع الكريتيك، والاورنج هيبقى الاودينس. فبنعمل بقى كومباينيشن ما بينهم، بعد كده ده يطلع الستيكت بار شارت اللي احنا عملنا له كومباينيشن مع بعض. ودي كده هتبقى الكرايتيريا بتاعتنا اللي احنا هنصنف عليها. بس دي باختصار كده البروبلم، ويعني ممكن في برضو مثال زي ده هيتوضح في اخر سلايد او اخر سلايدز، فممكن مثال زي ده يجي ان هو يدينا الداتا مثلا والتاسك، ويقول لنا الكرايتيريا اللي هو عايز على اساسها، ومثلا يقول لنا الاتريبيوت دي نوعها ايه ودي نوعها ايه وهكذا. ده مثلا مثال. وممكن برضو يقول لنا التشارت ده
او يجيب لنا مثلا اختيارات ويقول لك انهي تشارت هيبقى مناسب اكتر. فدي كده اسئله ممكنه يعني. وده مثال تاني برضو، هيبقى عندنا نفس التاسك ان احنا عايزين نجيب الموفيز اللي هي عندها الهاي سكور. فدي كده نفس التاسك، هيبقى عندنا different data شوية يعني، مختلفة شوية. هيبقى عندنا 4000 ريت هورر موفيز لأفلام رعب بس من IMDb، وهتبقى مختلفة جدا في ال visual encoding اللي احنا هنستخدمه. يعني المرة اللي فاتت كنا مستخدمين حاجة بسيطة جدا اللي هي ال staged bar دي، بس هنا هتبقى مختلفة خالص، والتفاصيل بتاعتها بقى بتتشرح تحت. فهنا عندنا كل سيركل بتمثل موفي واحد بس، وكل مثلا ما الاريا بتاعت السيركل تزيد كده الشعبية او انتشار الفيلم ده بيزيد، فبيبقى اكتر يعني. والاوباستي ديت بتمثل بس بتاعت كل واحدة بتمثل الافريج ريتنج بتاعه. والير ميد هنا اللي هي بتتوضح يعني على vertical position، هوريها لكم بعد ما فتحت اللينك ده، فهنا اوضح. بتبان جدا على هنا خط الاول ده كده، لو خط هو رأسي ده كده خط رأسي، فبيبان هنا مثلا ان من هنا من اول هنا من اول الخط ده للخط ده، فدي الافلام اللي اتعملت من 1990 لغاية 2000. فهنا بيبقى فيه كده زي كل 10 سنين مثلا خط، والافلام اللي بتنحصر ما بينهم بقى دي هي هي دي افلام بقى اتعملت ما بين مثلا المدة دي. فدي كده كرايتيريا او حاجة بتتصنف عليها او توضيح للفيجوال بتاعنا. دي تقسيمة الفيجواليزيشن اللي احنا عملناها يعني. وبيبقى فيه برضو حاجة تانية، ده هنا كان اسمه الحاجات اللي احنا قلناها دي كلها كان اسمها Visual Encoding Idiom. اللي تحتها دي Interaction Idiom، اللي هي من ورا الشارت كده او من ورا الرسم اللي احنا عملناها في لاين بيكونكت الافلام اللي اتعملت مع نفس المخرج. فلو خدنا بالنا هنا هتلاقوا خط رايح من اول هنا لغاية هناك، وبعد كده رجع تاني وهكذا. فدي الافلام اللي اتعملت من نفس المخرج. لما نيجي نبدأ بقى في التاسك ابستراكشن، فهنلاقي ان في حاجة اسمها اكشنز وتارجتس. مبدئيا هي دي فيري هاي ليفل باترن، دي يعني اعرفوها ان هي كده. ممكن تيجي مثلا في تشويس او حاجات كده، فممكن تعرفوها. في بقى البيرز اللي هي اكشن وتارجت، دي في امثله ليها، ان هي مثلا في ديسكفر ديستريبيوشن، ان الاكشن هنا هيبقى الديسكفر، انت بتفضل تعمل استكشاف في الداتا علشان التارجت بتاعك ان انت تعرف الديستريبيوشن بتاعها، وهكذا بقى بقيه الحاجات هنا، ان انت تفضل تكمبير عشان تلاقي ترندز وهكذا. وهنعرف الحاجات دي كلها هتتشرح يعني بالتفصيل يعني. ولوكيت اوتلايرز وبروز توبولوجي، الحاجات دي كلها هنعرفها قدام. من انواع بقى الاكشنز اللي احنا ممكن ناخدها بفيها انالايز وسيرش وكويري، وهنعرف كل واحده برضو انواعها واستخداماتها ليه وهكذا، وايه الهدف وراها. وهنعرف برضو الحاجات بتاعت التارجتس قدام. واول حاجه عندنا اللي هي الانالايز، عندنا منها نوعين اللي هي الكونسيوم والبروديوس. في الكونسيوم عندنا الديسكفر والبريزنت، دول اللي هما الكلاسيك سبليت، وليهم اسمين برضو تانيين اللي هو الاكسبلور واكسبلين. ففي الديسكفر احنا بنعمل انالايز علشان بنستكشف الداتا وهكذا، ده العادي اللي هو ده الكلاسيك بتاع الانالايز. والبريزنت برضو ان احنا برضو بنقعد نحلل البيانات عشان في الاخر نطلع بحاجات نعملها برزنتيشن او نحطها في الفيجواليزيشن بتاعنا. دول الحاجتين اللي احنا كنا بنعمل ليهم انالايز علشانها، ده اللي هو الكلاسيك بتاعنا. في حاجه تانية بقى اللي هي انجوي، دي حاجه جديده نيو كامر جديده، وممكن يكون اسمها برضو كاجوال او سوشيال اناليسيس. فالحاجات دي كلها جديده، واللي احنا نعرفه بس ان هو مش انت مش بتستخدمه كتير او مش بتستخدمه، مش ده العادي بتاع الاناليز اللي احنا بنستخدمه فيه، بس هو لسه جديد وبيبقى فان يعني، اللي هو عشوائي او بتحاول بتدور في الداتا وخلاص، انت بتستمتع بتدور في الداتا وخلاص من غير هدف غالبا. فهو انت ده اللي اسمه انجوي وهو جديد، فاسمه سوشيال وكاجوال. في نوع تاني اللي هو مش بعد كونسيوم، في البروديوس من الانالايز بيبقى في انوتيتنج، ده لما انت تيجي تعمل او بتضيف انفورميشن للداتا اللي عندك، اللي بتعرف تفضل دلوقتي تعمل اناليسز وتعرف الداتا دي اصلا بتاعت ايه، وتحاول تضيف لها اكتر يعني معلومات تانية. وفي الريكورد
انت بتسجل المعلومات اللي انت بتعملها في الاناليز، وتسجل الحاجات اللي انت بتوصل لها، والدرايف ان انت توصل تحاول من الاناليسز اللي انت بتعمله تطلع اتريبيوتس جديده من الاتريبيوتس اللي عندك، وتطلع بقى تحطها في الباترن بتاعنا او الباس او النتورك بتاعتك، وتوصلها ببقيه الاتريبيوتس. وده مثال اللي هو بتاع الدرايف اللي كان اتشرح قبل كده، كنت قايل لكم ان هو هيبقى موجود قدام. فهو هنا بيقول باختصار ان انت ما تحطش الداتا زي ما هي، زي ما انت واخدها مثلا تعملها فيجواليزيشن على طول. حاول ان انت تشوف ايه هو الصح ان هو يتعمله فيجواليزيشن وايه لا، ولو انت تعمل بقى ترانسفورميشن للاوريجينال داتا سيت اللي عندك، وتحاول تخليها ابسط تسهلها. لو في اتريبيوتس مش واضحه كومبلكس، تحاول انت تعمل بقى درايف ليها وتخليها تضيفها مثلا، تحطها كلها مثلا في اتريبيوت واحده وتبقى واضحه. ف واحد من اهم الاستراتيجيز بتاعت الدرايف اصلا ان احنا بنعملها ليه؟ عشان نهندل الكومبلكسيتي بتاعت الاتريبيوتس. فانا هنا لو كان عندي الاوريجينال داتا فيها الاكسبورتس والامبورتس كل واحده لوحدها، ففي كومبلكس شويه ان انا اقعد اجمع او اطرحهم من بعض يعني، فخليتها اسهل ان انا عملتها اتريبيوت واحده. فدي من مزايا جدا، من مزايا الدرايف يعني. عندنا هنا دوت يبقى مثال للاناليسيس برضو، درايف وان اتريبيوت. ففي الاكزامبل ده هو هنا يستخدم الاسترال نمبر دي اصلا، ده اسم الداتا سيت. فهو هنا بيحاول ان هو يحاول يوضحها اكتر. فهو قرر ان هو هيرسم من كل الداتا دي كلها، هيرسم اول 5000 بس علشان يحاول يوضح في الشكل اللي على اليمين ده الهيكل بتاع الرسمه ويخليها اوضح. هو كده يعتبر عمل درايف منها، طلع اتريبيوت واحده او شكل واحد بقى اوضح منه بدل الداتا دي كلها. فهنا عندنا تحت في تو تاسكس. في الاول، اول تاسك هنا بيدخلوا تري او نتورك، وعايز في الاوتبوت ان يبقى فيه كوانتيتيف اتريبيوتس على النودز. فاحنا نحط بقى زي قيم كده لكل نود، ليها قيمه من صفر مثلا لواحد. فاللي حصل هنا ايه اسمه annotating، اللي احنا كنا قايلينه هنا في الانواع بتاعت الانالايز هنا اهي في البروديوس annotate. فهو ده اللي حصل هنا. وكل ده ليه؟ علشان احنا هنعمل برضو درايف الاتريبيوتس جديده. فاحنا كده طلعنا اتريبيوت جديده. التاسك التانيه هياخد برضو التري ومعاها الكوانتيتيف اتريبيوت اللي احنا لسه عاملينها. فدي كده هيبقى هو ده الانبوت. والاوتبوت بقى ان احنا عايزين نطلع تري متعملها فلتريشن او متشال منها الحاجات اللي مش مهمه، ومطلع لنا الباث اللي احنا عايزينه، او الباث او مثلا افضل باث لينا ان احنا ممكن نمشي فيه. فدي كده عمل زي توضيح للباث اللي احنا عايزين نمشي عليه. برضو انواع الداتا اللي دخلت هنا برضو تري والحاجات كلها اللي دخلت ان والاوتبوت، وواي هنا عمل سمرايزيشن للداتا اللي عندنا كلها، وخلانا عمل فيجواليزيشن كويس ان هو وضح لنا البث الاحسن او الافضل. والتوبولوجي دي اللي احنا التوبولوجي دي هنتكلم عليها قدام، بس هي باختصار بتحاول توضح الشكل الهندسي او الشكل العام للداتا بتاعتنا. فهو هنا عمل لها توضيح لشكل الداتا بتاعتنا، وعملها ازاي ان هو عمل ريديوس وفلتر، عمل ريديوس وفلتر للديتا اللي مش مهمه خالص. فهو هنا مسح او مثلا همشها، اللي هي الحتت اللي بالجري دي، فخلاها مش واضحه خالص، او اللي هو خلاها مثلا مهمشه، ووضح قوي الحاجات او الباث اللي احنا عايزينه. فدي التكنيكس اللي احنا استخدمناها. ودي والسؤال بتاع هاو ده هيتشرح في المحاضره اللي هي بتاعت ماركس اند شانلز. وفي الرسمه دي هنا عايزين يوصلوا لنا يعني ان دي كده دي تاسك، واللي تحتيها تاسك، ودي تاسك. فهنا في ديبندنسي لكل تاسك على التانية، بيقولك ان ساعات ممكن يكون في التاسك دي معتمدة على التاسك دي وهكذا. زي هنا مثلا ان التاسك 2 معتمد على التاسك 1، علشان انا لازم يكون عندي الكوانتيتيف اتريبيوت على النودز دي. فاحنا طلعناها منين؟ من التاسك 1. فهي دي الحتة بتاعت الديبندنسي. بعد الاناليز عندنا السيرش في الاكشنز. فاحنا في السيرش هنا عندنا يعتبر تو مين كرايتيريا او حاجات اساسيه، هي التارجت واللوكيشن. فاحنا
اليوزر ممكن يكون عارف واحدة من الاثنين او مش عارفهم هما الاثنين او عارفهم الاثنين. فهنشوف كده الحالات كلها بتاعتها. اول حالة اللي هي هتبقى اللوك اب دي، لو هو عارف التارجت وعارف اللوكيشن. فانا مثلا بدور على حاجة انا عارفها اولا وعارف المكان اللي بدور فيه، فعندنا مثال ليها زي كلمة في القاموس. فانا بدور وهي مترتبة ابجدي، القاموس مترتب ابجدي، فانا مثلا بدور على كلمة بتبتدي بحرف البي، فهدور عليها وعارف مكانها ان هي في ترتيب معروف مكانها وعارف الكلمة اللي انا بدور عليها، فهي دي اسمها لوك اب. اللي بعديها اسمها لوكيت، دي لو انا عارف التارجت بس مش عارف المكان بتاع الحاجة دي. فمثلا زي المفاتيح مثلا انا ناسيها في البيت، انا عارف ان هي في البيت او انا عارف ان عارف التارجت بتاعي ليه، بس اللوكيشن بالظبط فين في البيت انا مش عارف، فدي كده اللوكيت. برضو مثال ليها تاني النود، لو نود في نتورك، فانا بدور على النود في نتورك، انا عارف ان هي في النتورك دي زي النتورك اللي تحت دي، انا عارف ان هي هنا بس فين بالظبط بقى هقعد ادور عليها في المكان بتاعها. والحاجة التالتة هي براوز، ديت انا لو عارف اللوكيشن اللي انا هدور فيه او هلاقيها فيه بس مش عارف التارجت بتاعي. يعني مثلا هو هنا عامل زي سيرك لك يعني اكتر من حاجه، انا مش عارف انا عايز ايه بالظبط بس عارف المكان اللي هدور فيه. فمثلا انا رايح بوكس ستور ففي كتب كتير، فانا عايز اجيب كتاب وهروح على انواع الكتب اللي انا عايزها بس مش عارف انهي كتاب بالظبط، فهروح واشوف اللي يعجبني. اكسبلور دي بقى انا ولا عارف التارجت بتاعي ولا عارف اللوكيشن. طب دي مثال عليها ايه؟ انا مثلا عايز اجيب، مثلا حد عايز يجيب شقة جديدة فهيدور على حاجة او كريتيريا هي هو عايز يدور عليها او حاسس ان هي اهم حاجة في الشقة مثلا. فواحد بيفكر ان هي النيبرهود، ان يكون مثلا الناس اللي حواليه كويسين، فهو ولا عارف هيدور فين ولا عارف هو يعني عايز ايه، مش عايز، هو مش عايز شقة بمواصفات معينة ولا عارف، ولا عايز مكان مكان معين، فهو لا عارف ده ولا ده، بس هو عنده كرايتيريا هيختار عليها اللي هي هتبقى النيبرهود بتاعته ان هي تبقى كويسة. وهنا بيقول لك من الحاجات اللي احنا خدناها ان في امثلة على البراوز والاكسبلور، ان انت اصلا اللي بيشترك فيها في الحتة اللي هي بتاعت الهورفايد بالمثال اللي هو كان ده، فاللي بيشترك فيها ان احنا مش عارفين التارجت بس عارفين، فبندور بقى في الاماكن بتاعتنا مثلا عارفين مكان او مش عارفين، بس احنا الحاجه المشتركه في الهوريفايد ده ان في الداتا سيت او المثال بتاع الهوريفايد ان احنا ما كناش عارفين التارجت خالص. وعندنا برضو مثال اللوكيت واللوك اب، هو الستيك بار، ان هو انا عارف التارجت بتاعي، انا عايز فيلم كويس، فهو التارجت معروف في الستيك بار اللي هو المثال بتاعه، وفي الهوريفايد انا ما كانش عندي التارجت معروف، فهنا بيبقى في مثال لكل واحد. طيب انا امتى اختار مثلا براوز او اكسبلور او لوكيت او لوك اب؟ فكل واحده بتعتمد على الجول او التاسك بتاعي، فكل واحده بتعتمد انا عايز ايه، عايز ايه من الداتا سيت بتاعتي، فبتختلف بقى الطريقه اللي انا بعمل بيها انالايز او بعمل بيها سيرش، فبتختلف باختلاف الجول بتاعي اللي انا عايز اوصله في الاخر. بعد كده هنيجي للكويري. ففي الكويري في 3 حاجات او 3 انواع. مثلا انا لو في الداتا بتاعتي بيقول انا مهتم بقد ايه من الداتا، انا مهتم بحاجه واحده بس من الداتا ولا مهتم بحبه منهم سم ولا مهتم بالداتا كلها. فانا لو مهتم بحاجه واحده فده نوع الكويري هيبقى ايدنتيفاي، ان انا عايز اعرف حاجات بعينها، انا عارف حبه حاجه كده انا داخل هعرفها. طب لو انا عايز بس بعض او شويه من الداتا بتاعتي فدي كده هيبقى الهدف بتاعي هيبقى اللي هو الكومبير، ان انا اقارن ما بين شويه الداتا دول وشويه الداتا دول، فهقعد اقارن بينهم. طب لو انا مهتم بقى بالداتا كلها فيبقى الكويري عندي هنا نوعه سامرايز، ان انا احاول بقى الخص بقى الداتا دي كلها مع بعض. فعلى حسب انا مهتم بقد ايه من الداتا هيبقى الكويري بتاعي، كل واحده ليها حاجه محدده. فلو one هيبقى identify، لو sum هيبقى compare، لو all هيبقى summarize. دي معروفة كده بالظبط. وبرضو حاجة أخيرة، إن ال choices بتاعتي إن أنا أختار مثلا ما بين ال analyze وال search وال query
كل ده يعني اندبندنت خالص، مش بيعتمد على بعض. فانا اختار اللي انا عايزه بقى من الاناليز والسيرش والكويري، ما بيعتمدش خالص. فانت ميكس براحتك وماتش اللي انت شايفه مناسب. وهنا عندنا مثال تاني، والتاسك هنا المره دي ان انت تكمبير وتدرايف. ف الداتا عندنا هنا اصلا الداتا ان بتحاول تشوف التغير على حسب مرور السنوات. فهنا في الداتا دي كان الكساد، او كان في كده ازمه لليونان، فكانت بدات في 2008. فده كان كده اللي على اليمين ده هو كان عادي تشارت بيحاول يبين التشينج في كل سنه الازمه. مثلا لو هنا لو هي فوق فدي كده تمام ما عندهمش ازمه، لو تحت وكل ما بقى بتزيد كل ما بتبقى اسوأ. فهنا باين ان هي نازله خالص هنا. فطب انا كده مش حاول او مش شايف او مش قادر اريليت بقى للباقي او اكمبير. فهنا بقى هو عاملها عامل دي درايف للنوع التاني اللي هو اللاين ده، وحطه مع بقية الداتا وكلهم بدأوا من عند نفس البوينت. وهيبان هنا ان هي بقى اعرف اقارن بسهولة جدا في اي سنة ما بينها وما بين اي دولة تانية في الاقتصاد بتاعها. فبقى سهل جدا المقارنة بعد ما عملنا الفيجواليزيشن ده. وهنا بقى نبدأ نتكلم عن التارجتس اللي هو البير التاني. كنا اتكلمنا عن الاكشنز وعرفناها، هنا نبدأ نتكلم عن التارجتس والحاجات اللي احنا بنبدأ نصنفها عليها يعني. فأول حاجة يعني لو احنا هنتعامل مع الداتا كلها في كذا كذا حاجة احنا عايزين نتعامل معاها عشانها، أو في كذا غاية احنا عايزينها. الأولى هتبقى إن احنا نطلع الترندز اللي في الداتا، نشوف الداتا دي فيها ترند مثلا حاجة معينة نحاول نعرفها، أو إن احنا نطلع الأوتلايرز من كل الداتا عشان نشيلها أو نعرفها لو هي نعرف السبب بتاعها ونفسرها وهكذا. أو إن احنا نشوف فيتشرز معينة للداتا، مثلا باترن بيتكرر، أو حاجة عندنا في الداتا بس معينة مهمة جدا إن احنا نعرفها، وهتبقى مهمة جدا إن احنا نعملها فيجواليزيشن وهتساعدنا جدا في التاسك. فدي كده لو احنا مهتمين بالداتا كلها. لو احنا مهتمين بالاتريبيوتس، فاحنا ممكن نهتم باتريبيوت واحدة او اكتر منها. فلو واحدة مثلا هنهتم ان احنا نعرف الديستريبيوشن بتاع الاتريبيوت دي، او الاكستريمز اللي نعرف المينيمم والماكسيمم بتاع الاتريبيوت دي، يعني من اول الرينج بتاعها من الاخر. طب لو هي ميني هعرف احب اعرف عنها الديبندنسي، اشوف الاتريبيوت دي بتعتمد على الاتريبيوت دي بقد ايه، او بتعتمد عليها في ايه وهكذا. احب اعرف الكوريليشن ما بينها وما بين من الاتريبيوت التانية او كذا اتريبيوت. واحب برضو اعرف السيميلاريتي، اعرف السيميلاريتي واشوف لو في تشابه بين الاتريبيوت دي والاتريبيوت التانية او الاتريبيوت عامة، واشوف مدى التشابه بينها. تالت حاجة لو النتورك داتا، فانا لو هتعامل مع يعني التارجت واشوف هي نتورك داتا، احاول مختصه يعني بنوع النتورك بس. لو عايز اعرف التوبولوجي دي هي شكل الداتا عامه. يعني انا لو عندي الداتا في تيبلز انا مش هعرف اتخيل شكل الداتا ايه. فلكن في التوبولوجي هنا هيبقى هو الهدف بتاعها ان انا اعرف شكل الداتا. فهنا هيبان نتورك، هنا مثلا ده لاين وشويه اتريبيوتس ورا بعض، هنا شكل برضو تاني، وهنا سيركل. فبرضو في التوبولوجي ان انا اعرف ايه هي الـ يعني التغيرات او التنقلات الممكنه ليا. يعني مثلا لو واقف هنا في بوينت في النود دي، فانا ممكن امشي هنا وممكن امشي هنا وممكن امشي هنا وممكن امشي هنا، ممكن في كذا طريق. انما انا لو واقف هنا فانا يا اما همشي هنا يا اما همشي هنا، مفيش اختيار تاني، وهكذا هنا او هنا. ففي التوبولوجي اهم حاجه ان انا اعرف كل نقطه ممكن تتحرك فين وايه هي الاختيارات المتاحه قدامها. فعلشان كده من التطبيقات بتاعتها ان انا اعرف احسن باث ممكن اخده في الداتا بتاعتي، او اكتر واحد efficient. فالباث دي من تطبيقات التوبولوجي او من استخداماتها. والسبيشال داتا بقى دي اللي بتاعت الشكل، ان انا احاول اعرف شكل الداتا عندي اللي فوقيها عشان ما نتلخبطش، اللي هي التوبولوجي. اعرف اشوف التنقلات الممكنة عندي في السبيشال داتا، اعرف اشوف الشكل بتاعها ككل بقى،
مش الباث المعين اللي انا همشي عليه بس. وهنا بنتكلم عن الابستراكشن عامه، ان البير ما بين الاكشنز والتارجت هو كويس كبدايه، بس احيانا مش هو ده اللي هيعرف يحل لنا التاسك يعني، او مش هيبقى دقيق كفايه، فاحيانا بنحتاج حاجات اكتر، ان نحاول ان احنا نزود نكرر العمليه اكتر من مره، ويفضل او بانتظام ان احنا نشيل المصطلحات بتاعت الدومين من الفيجواليزيشن اللي هو في الاخر خالص، عشان زي ما قلنا في الاول خالص ان في الدومين ان احنا بنخليه بسيط، بحيث ان اي حد ممكن يفهم الفيجواليزيشن بتاعنا ويكون بسيط. في الحتة اللي تحت دي هو بيقول لنا ان انت بتحتاج تستخدم الداتا ابستراكشن مع التاسك ابستراكشن، يعني بارلل الاتنين مع بعض، ودي كانت باينة برضو في الديزاين في اول المحاضرة، ان هما الاتنين مع بعض في نفس الليفل بيتعاملوا مع بعض، بنحاول ان احنا نستخدمهم مع بعض، عشان احيانا احنا في التاسك ابستراكشن احنا بنحاول نعمل ترانسفورم للديتا، فاحنا بنغير في الديتا بعد كده نعمل التاسك وهكذا، ونرجع لنفس السايكل نمشي عليها لغاية ما نوصل للجول بتاعنا او التارجت في الاخر، فبنحاول ان احنا نكرر ما بينهم هما الاتنين لغاية ما نوصل للهدف بتاعنا خالص. ده مثال تاني برضو، هنا بيوضح الترند والاوتلايرز. فمن امثال الترند هنا ان بيوضح لنا ان ازاي التطور او الجوب ماركت اتطور من ساعة الركاد اللي هو العالمي في العالم كله، فده كده بيبين ترند. في اوتلاير تاني اللي هو الوظائف اللي هي بتبقى ريليتد للعقار، مثلا هنا هو هنا عمل ديتكت للاوتلاير، وفوق عمل ديتكت للترندز اللي موجودة. هنا بقى دي عاملة زي مثلا زي كيس ستادي، هنحاول بقى نقسمها على كل المراحل بتاعة التاسك ابستراكشن. دي كده تاسك عندنا في مجال معين، هتتقسم بقى كده، تتجزأ كل جزء من الحاجة اللي احنا خدناها في التاسك ابستراكشن هتتطبق عليه. ففي السلايدز اللي جاية هناخد كل جزء ونطبق عليه اللي احنا اخدناه بقى ونطبقه ويتفهم اكتر. هنا بتقول في الجزء اللي هو اتعمل ان بس بعض السامبلز وضحت يعني الفرق او الافكت اللي هم كانوا عايزينه، ان هم على التيشوز اللي هم يعني يشيلوا الكانسر تيشوز، ففي بعض السامبلز بس هي اللي اتأثرت، فهنا هيأدي ان هم يعملوا درايف لتو جروبس من السامبلز، في سامبل اتأثرت وفي سامبل لا. وفي الجزء التاني بتقول ان الاختلاف، هي بتقول ان الاختلاف ممكن يكون بسبب اكتيفيتي مختلف من الجينز، فهيبقى في اختلاف في الجينات ما بين كل سامبل والتانية. فهنا التارجت بقى اللي هي عايزة تعمله ان هي تايدنتفاي الجينز دي وتحاول تقارن ما بين الجينات بتاعت كل واحدة، علشان تعرف السبب في اكتر، يعني ان هي بعد اول حاجة هتعرفها ان هي تعرف الجينات، بعد كده تقارن ما بينهم وتعرف بقى الاوتلايرز اللي هي تبدأ تشتغل عليها، ان هي تحاول تلاقي لها برضو علاج تاني، اللي هو في سبب ان بعض السامبلز ما استجابتش، فهي في الاول هتحاول تعرف ايه هو السبب ده، بعد كده تقارن ما بين السبب ده والجينز اللي اشتغلت او اتأثرت بالدواء اللي اتعمل، وبعد كده بقى تبدأ بقى تعمل ايدنتيفاي تاني للاوتلايرز، الحاجات اللي هي شايفاها السبب في كده، وتبدأ تحلها، تبدأ بقى تدور تاني على الحل ليها. وفي الجزء ده اللي هو احنا عايزين نعرف الرول بتاع الجينات اللي بتسبب الاختلاف ده، فاحنا هنحاول نلوكيت الاوتلايرز من خلال السيرش، نبدأ ندور ونعمل لوكيت، احنا مش عارفين اللوكيشن، بس عارفين خلاص بعد ما عملنا ايدنتيفاي خلاص عرفناها، احنا كده عارفين التارجت بس مش عارفين اللوكيشن، فهنبدأ بقى ندور، وبرضو نحاول نعرف التوبولوجي او ازاي نتنقل ما بين النودز وبعضها، عشان نحاول نكتشف برضو الباث اللي احنا نوصل بيه للاوتلايرز دي ونحاول نحلها. ودي كالعادة برضو ملخص للسؤال بتاع واي في النستد موديل كله، وبيلخص برضو الموضوع كله، وحرفيا ده كل اللي اتشرح في المحاضرة، بس كان بتفصيل اكتر بس. وان شاء الله في المحاضرة اللي جاية اللي هي بتاعت ماركس اند تشانلز هيتشرح فيها السؤال الأخير اللي هو بتاع هاو.